السلام عليكم، أهلا بكم طلاب الأعزاء. النهاردة هنتعرف مع بعض على الزاوية بين المستويين بعد ما تعرفنا على معادلة الصور المختلفة لمعادلة المستوى. النهاردة هنتعرف على الزاوية بين المستويين وكيف كيفية إيجاد هذه الزاوية. الزاوية الثيتا بين أي مستويين هي الزاوية التي بين العمودين على هذين المستويين. معنى تاني، الزاوية الثيتا بين المستويين تكون مساوية أو مكملة للزاوية بين الأعمدة المرسومة على هذين المستويين من أي نقطة. يعني الزاوية بين أي مستويين هي الزاوية بين العمود على المستوى الأول والعمود على المستوى الثاني. أنا زي ما اتفقنا وعرفنا قبل كده إن أنا لو عندي معادلتين باي 1 وباي 2، هي معادلة المستوى الأولاني باي 1 ومعادلة المستوى الثاني باي 2، فإن معادلة المستوى الأولاني باي 1 يكون من العمود على هذا المستوى. من العمود على هذا المستوى هو المستوى الذي نسب اتجاهه A1 وB1 وC1، وكذلك العمود على المستوى الثاني نسب اتجاهه A2 وB2 وC2. فإن الزاوية بين المستويين هي الزاوية بين تساوي الزاوية بين العمودين على هذين المين المستويين المرسومين من أي A نقطة. فبالتالي هنلاقي إن جيوب تمام اتجاه العمودي جيوب تمام الاتجاه للعمودين على المستويين اللي هما مين؟ L1 وM1 وN1، اللي هو المستوى الأولاني جيوب تمام اتجاه العمود على المستوى الأولاني اللي هي A1 وB1 وC1 على الجذر التربيعي لمين؟ مجموع مربعات النسب الاتجاه. جيوب تمام اتجاه العمود على المستوى الثاني هي أيضا L2 وM2 وN2 معرفة بهذه العلاقة. يبقى إذن الزاوية الثيتا بين المستويين تعطى بالعلاقة، اتحولت الزاوية بين المستويين إلى الزاوية بين العموديين اللي هما نسب اتجاههم قداميني بالشكل ده. يبقى هنا إيجاد الزاوية بين المستويين أي مستويين تحولت إلى إيجاد زاوية بين مستقيمين. هذين المستقيمين هما عمودين على مين؟ على المستويين من أي نقطة. فبالتالي أنا قبل كده أخد إزاي أجيب الزاوية بين المستقيمين. الزاوية بين المستقيمين هي عبارة عن مين؟ E1 في E2 plus B1 في E2 بلس سي 1 سي 2، وتحت في المقام عندي بضرب الجذرين التربيعيين في مين بعض، وبتكون هي دي الزاوية. وقلنا بتكون عندنا زاوية حادة أو منفرجة، والزاوية الحادة عشان نجيب الزاوية الحادة بناخد الناتج، بيبقى الناتج جوه من إيه؟ مقياس. يبقى إذن زي ما إحنا شايفين، أجي عمودي على المستوى الأولاني وأجي عمودي على المستوى الثاني، والزاوية بين المستويين هي الزاوية ثيتا، بتكون زاوية ثيتا أو باي ناقص ثيتا اللي هي فاي، بتكون زاوية حادة أو منفرجة. وبالتالي الزاوية بين أي مستويين هي الزاوية بين العموديين على هذين المستويين من أي نقطة. يعني تحولت الزاوية بين مستويين إلى الزاوية بين مستقيمين. من هما المستقيمين ده؟ هو العمودي على المستوى الأولاني والعمودي على المستوى الثاني، بجيب الزاوية بينهم، تعطى بهذه العلاقة. طيب قال لي إمتى يتعامد مستويين؟ قال لي إذا تعامد العمودين على المستويين. يبقى يتعامد مستويين إذا تعامد العمودين. يبقى إذن امتى يتعامد؟ امتى تكون الزاويه دي بتساوي الدرجه؟ لما تكون الكوزاين بزيرو. يعني ايه الكوزاين ثيتا بزيرو؟ يعني a1 a2 بلس b1 b2 بلس c1 c2 بزيرو. طب امتى؟ ايه هو شرط توازي مستويين؟ شرط توازي مستويين اللي قداميني دول، شرط توازي المستويين اللي قداميني دول قال لي ما يكون a1 على a2 بيساوي b1 على b2 بيساوي c1 على c2 لا يساوي g1 على g2. اها، شرط توازي المستويين قدام مني. ممكن نجيب المستويين قدام مننا كده عشان نبقى احنا عارفين المستويين مين هما ونشتغل عليهم. ادي عندي المستويين، المستويين اهم. قال لي شرط توازي المستويين ده اللي يكون A1 على A2 يساوي B1 على B2 يساوي C1 على C2 لا يساوي G1 على G2. يعني التلات نسب الأولانية متساوية، لكن الحد المطلق النسبة بين الحدين المطلقين لا تساوي الثلاث نسب. امتى يكونوا متطابقين؟ شرط تطابق مستويين ان تكون جميع النسب متساويه. معاملات الاكس متساويه، مع النسبه بين معاملات الاكس تساوي النسبه بين معاملات الواي تساوي النسبه بين معاملات الزد تساوي النسبه بين مين؟ الحد الثابت. كلها علامه تساوي، تبقى دي شرط تطابق مستويين. شرط تقاطع مستويين بقى قال لي ان اصلا يكون النسبه دي مالها لا تساوي. يعني A1 على A2 لا يساوي B1 على B2 لا يساوي C1 على C2. هو ده شرط التقاطع. مين شرط تقاطع مستويين؟ بيتقاطعوا في نقطة زي ما احنا شايفين كده. ادي كده المستويين متوازيين
كده المستويين منطبقين فوق بعض، كده المستويين متقاطعين. طبعا ملاحظ ان المستويين لما بيتقطعوا بيتقطعوا فين؟ في خط مستقيم. لما بيتقطعوا بيتقطعوا في مستقيم، زي مثلا صفحات الكتاب عندك، كل صفحة من صفحات الكتاب هي تعتبر مستوى، كلهم مع بعض، كل صفحات الكتاب بتتقطع فيه، او صفحتين من الكتاب بيتقطعوا فين؟ في خط مستقيم، اللي هو مين؟ هو اللي هو ده هو خط تقاطع مين؟ المستويين مع بعض. المستويين بيتقاطعوا مع بعض مين؟ في خط مستقيم. وطبعا هذا الخط المستقيم بيمر بيه عدد من مين؟ المستويات كثيرة اهو. فانا هنا بيقول لي اثبت ان المستويين دول متعامدان. عشان اثبت ان هما متعامدان، ايه هو شرط ان المستويان متعامدان؟ ان تكون مين العمودين، ان تكون مين A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 بتساوي 0. استخدمه شرط تعامد مستويين اهو. جاية منين الشرط ده؟ جاي من ان كوزين ثيتا تساوي 0. دي كوزين ثيتا تساوي 0 لان كوزين 90 بزيرو، الزاوية بين المستويين تكون 90 درجة. يعني A1 A2 بتساوي B زائد B1 B2 زائد C1 C2 بتساوي 0. هنجيب نشوف الشرط ده بيتحقق ولا لا. نسب اتجاه العمودين على المستويين، المستوى الأول ده نسب اتجاه العمود عليه هي مين؟ A1 B1 و C1 هما مين؟ هي معامل ال X اللي هو 2، معامل ال Y 3، معامل ال Z 1. هي نسب اتجاه العمود على المستوى الأولاني. طب نسب اتجاه العمود على المستوى التاني اللي هما A2 و B2 و C2. A2 اللي هي معامل X اللي هي 2، B2 اللي هي معامل Y بالإشارة بتاعتها سالب 1، C2 اللي هي معامل Z اللي هي سالب 1. يبقى إذا ده نسب اتجاه العمود على المستويين. طب ليه ما قلتش جروب تمام اتجاه؟ لأن أنا لو جمعت ربحتهم وجمعتهم هيطلع مجموعهم لا يساوي الواحد. 2 تربيع اللي هي 4 زائد 9 زائد 1، طبعا مجموعهم كام؟ هنا عندنا هيطلع 14، يعني لا يساوي الواحد. نفس الشيء هنا لو ربحت دول وجمعتهم هيطلع 4 زائد 1 زائد 1 6، يبقى لا يساوي الواحد. يبقى إذا دي نسب اتجاه العمودي وليس جيوب تمام اتجاه العمودي. معنى كده إن الصورة دي تمثل عندي صورة عامة للمستوى وليس في الصورة العمودية. بعد كده عشان أثبت إن المستويين متوازيين هجيب A1 A2 بلس B1 B2 بلس C1 C2 وأضربهم وأجيب القيمة دي هتطلع لي بزيرو. يبقى إذا المستويان متعامدان لأنهم حققوا شرط التعامد. بعد كده هناخد مجموعة من النتائج. بيقول لي معادلة المستوى المار بثلاث نقاط يمكن كتابتها على الصورة. أدي إن إحنا قلناها قبل كده، لما يكون عندي مستوى بيمر بثلاث نقاط أنا أجيب معادلته إزاي؟ عن طريق المحددة اللي قدام مني دي، إن هي تساوي زيرو. وقلنا المحددة الصف الأولاني بيتكون من ثلاث صفوف. الصف الأولاني هي عبارة عن إكس ناقص إكس واحد، واي ناقص واي واحد، زد ناقص زد واحد. فيها متغير هنا إكس وواي وزد، متغيرات إكس وواي وزد متغيرات. الصف التاني بكونه من الصف الأولاني عن طريق إن أنا هو نفس الصف الأولاني بحطه، ولكن ببدل إكس والواي والزد بالنقطة التانية اللي هي إكس تو واي تو وزد تو. الصف التالت هو نفس الصف الأولاني، ولكن ببدل الإكس والواي والزد في هذا الصف بإكس 3 وواي 3 وزد 3، ودي أخدناها تعرفنا عليها قبل كده في المحاضرات السابقة. طيب تعالي بقى، هو هنا عشان نجيب معادلة مستوى قلنا لازم يكون عندنا ثلاث شروط أو ثلاث أشياء هندسية أو ثلاث شروط هندسية معلومة. أنا عندي هنا ثلاث نقاط. هنا عايزة معادلة المستوى، النتيجة التانية بتقول لي معادلة المستوى المار بنقطتين، والعمودي على المستوى مستوى تاني، وعمودي على المستوى مديني مستوى تاني عمودي عليه. قال لي هنا استبدل النقطة التالتة بإيه؟ بمستوى عمودي عليه، مستوى عمودي عليه. فقال لي يمكن كتابة معادلة المستوى دي على الصورة إيه؟ قال لي هكتب نفس الصفين الأولين، ولكن النقطة التالتة هستبدلها اللي هو خدمناها في الصف التالت، هستبدلها بنسب اتجاه هذا المستوى اللي هو مديهولي المعلوم، نسب اتجاه المستوى اللي هو المعلوم هي A و B و C. أكتب هنا A و B و C بدلا من النقطة التالتة اللي كنت أنا الصف التالت ده كنت بعوض فيه عن النقطة مين؟ عن X و Y و Z بالنقطة التالتة. لأ أنا هشيل النقطة الصف اللي هو خاص بالنقطة التالتة وهعوض فيه بنسب اتجاه هذا المستوى اللي هو عمودي عليه اللي هو A و B و C، بعوض بيهم هنا. تمام. جه هنا النتيجة التالتة بتقول لي بدأ يشيل لي نقطتين ويحط لي نقطة واحدة، وحط لي مستويين عموديين على هذا المستوى. يبقى خلي بالك، عمودي على مستوى، عمودي على المستوى، عمودي على المستوى، وما قاليش يوازي المستوى، عمودي على المستوى. في فرق بين عمودي وان هو يقول لك يوازي المستوى. عمودي على المستوى اهو، احنا اخدنا قبل كده ازاي اجيب معادلة مستوى يوازي مستوى في المحاضرة اللي قبل كده، لكن ده
معادلة مستوى يمر من نقطتين وعمودي على مستوى ثالث، أدي معادلته. طيب معادلة مستوى يمر بنقطة وعمودي على مستويين، أهو مستويين، أدي النقطة اللي عندي وأدي المستويين. نسب اتجاه العمود على المستوى الأولاني A1 B1 C1، نسب اتجاه العمود على المستوى الثاني A2 B2 C2. فمعادلة المستوى المطلوب هتتكتب ازاي؟ قال لي هي هنشيل الصفين بقى مخصصين بالنقطتين الثانية والثالثة، هنسيب النقطة الأولى بس اللي هو x ناقص x1 y ناقص y1 z ناقص z1. طب الصفين اللي أنا هشيلهم بتوع النقطتين الثانية والثالثة اللي هما مبقوش موجودين، قال لي هنضع فيهم نسب اتجاه العموديين على المستويين، أو الثاني هنحط نسب اتجاه العمودي على المستوى الأولاني A1 B1 C1 A1 B1 C1. المستوى الثالث هنضع فيه A2 B2 C2. هو ده معادلة المستوى. يبقى احنا نركز بين الفرق بين الثلاث معادلات عشان ممكن يجي لنا في الامتحان. نوجد معادلة المستوى المر بنقطتين وعمودي على المستوى اللي قدام مني، مستوى يكتب لي معادلة المستوى. يبقى هعوض في المحددة دي مباشرة وافكها واجيب الناتج. طب نمر بنقطة واحدة وعمودي على مستويين، يبقى هعوض في المحددة دي. بيمر بثلاث نقاط، يبقى هعوض في المحددة دي وافكها واجيب معادلة المستوى المطلوب. تمام. أوجد معادلة المستوى المار بالنقطة إيه مثالها 1 و3 و2 والعمودي على المستويين. أخدنا مثال عليه، والعمودي على المستويين اللي قدام مني دول x زائد 2 y زائد z ناقص 4 و 2x زائد 4 زائد 3 z زائد 5. طبعا معادلة المستوى المار بنقطة واحدة وعمودي على مستويين هي عبارة عن مين؟ إن باخد النقطة اللي عندي بعملها x ناقص x1 y ناقص y1 z ناقص z1. المستويين بجيب من المستوى الأولاني A1 وB1 وزد وC1، المستوى التاني بجيب منه A2 وB2 وC2. طيب مين هي X1 و Y1 وZ1؟ هي النقطة اللي مديها لي اللي هي 1 و3 و2. مين هي الـ A1 والـ B1 والـ C1؟ قال لي هي نسب اتجاه العمودي على المستوى الأولاني اللي هي معامل الـ X 1، معامل الـ Y 2، معامل الـ Z 1. نسب اتجاه العمودي على المستوى التاني اللي هي معاملات الـ X والـ Y والـ Z اللي هي 2، وهنا البي هي معامل الواي 1 والسي هي معامل الزد 3. هنعوض بيهم في المحددة اللي قدام مني اهو، اكس ناقص النقطة اكس ناقص 1 واي ناقص 3 زد ناقص 2، ونعوض نسب الاتجاه كلها على بعضها في نفس الصف. دول كلهم هيبقوا الصف الاولاني الثاني، وهنا نسب الاتجاه دي هتاخد الصف الثالث، يبقى 1 2 1 2 1 3. ونبدأ نفك المحددة ونجيب معادلة المستوى، وهي دي هيكون ناتج المطلوب اللي عندي. من أحد الصور التانية بيقول لي أنا عايز معادلة المستوى المار بخط تقاطع مستويين معلومين. كده تعالى نشوف مع بعض في الرسمة. أنا عندي كتاب زي ما يكون ده كده الكتاب اللي قدام مني، أو دي جلد الكتاب، الجلاد الكتاب اللي بره، أو الغلاف الكتاب اللي عندي. وهنلاقي إن هنا في صفحة في النص، فهنلاقي إن أي مستويين هنا بيمر بخط تقاطعهم عدد من النهائي من المستويات. بصي انا مثلا هنا فاتحه اللي قداميني ده كتاب اهو، عندي خط تقاطع المستويين الاصليين اللي هما دول اهو اهو، ففي عدد لا نهائي من المستويات يمر بخط تقاطع هذين المستويين. لو انا عندي المستويين اهم، او المستوى اهو بي باي 1 وباي 2، هلاقي ان انا بيمر بخط تقاطعهم مستوى وادي مستوى، وهنا في عده مستويات يعني ممكن يمر بيهم عدد لا نهائي من المستويات. فمعادلة أي مستوى يمر بخط تقاطع مستويين معلومين باي 1 وباي 2 هي عبارة عن مين؟ أدي تعطى بالعلاقة باي 1 زائد لامدا باي 2 بتساوي 0. عبارة عن إيه يعني؟ بكتب معادلة المستوى الأولاني من غير الزيرو زائد لامدا في معادلة المستوى الثاني من غير الزيرو، ده كل دول بساويهم بكام؟ بالصفر. مين هي اللامدا؟ قال لي اللامدا هي مقدار ثابت بارامتر. لامدا ده المفروض إن أنا بعين قيمة اللامدا بكام؟ كل ما لامدا اتغيرت ادتني مستوى مختلف بيمر بخط تقاطع هذين المستويين. كل ما قيمة لامدا، حطيت لامدا بواحد كونت لي معادلة، حطيت لامدا باتنين كونت لي معادلة تانية، حطيت لامدا بتلاتة اتكونت عندي معادلة تانية. كل قيمة لامدا بتديني مستوى مختلف بيمر بخط تقاطع هذين مين؟ المستويين. طب انا عشان اجيب لامدا ده، قال لي عشان تجيبي مستوى معين، او انا بطلب منك مستوى معين تجيبهولي بالظبط، بنجيبه ازاي؟ قال لي بحط لك شرط هندسي معين، بحط بديهولك المسألة عشان تجيب قيمة اللمضة دي بكام. طيب
قال لي طب افرض انا عايز معادلة المستوى المار بخط تقاطع هذين المستويين وايه تاني ونقطة الاصل، وبيمروا في نفس الوقت بنقطة الاصل. يعني ايه نقطة الاصل؟ بيمروا بنقطة الاصل يعني انا عندي الاكس والواي والزد هتكون بكام، بيمروا بالنقطة زيرو زيرو زيرو. يبقى اذا انا هشيل كل اكس وواي وزد في هذه المعادلة، معادلة حب زيرو هنا، ادي عندي المعادلة دي كده. لو انا هنا بيقول لي معادلة المستوى المار بخط تقاطع المستويين المعلومين اهم، ويمر بنقطة الأصل، هي عبارة عن دي واحد زائد لامدا دي تو. ليه؟ لأن أنا المفروض هنا أنا هشيل كل إكس وواي وزد في هذه المعادلة وأعوض فيها عن نقطة الأصل، لأن نقطة الأصل بيمر بيها المستوى اللي أنا عايزاه. طبعا إحنا قلنا المعادلة دي تمثل عدد لا نهائي من المستويات المارة بخط التقاطع مين؟ المستويين دول المعلومين. فبيقول لي بقى أنا عايز المستوى بالذات، يعني بيحدد لي مين هو المستوى ده، قال لي بيمر بنقطة الأصل. المستوى اللي انا عايزك تجيبي له معادلته ده بيمر بنقطه الاصل. يبقى اذا بديني شرط هندسي اللي هو نقطه، قال لي نقطه الاصل دي عشان اجيب منها قيمه اللمده. فهنا هيبقى المعادله بتاعتي شكلها ايه؟ هشيل كل اكس وواي وزد في هذه المعادله واحط بدلها 0 و0، فهتكون المعادله عندي دي 1 زائد لمده، هنا هيفضل من عندي دي 1 زائد لمده دي 2 بتساوي كام؟ 0. تعالي نشوف مثال. اوجد معادله المستوى المار بخط تقاطع المستويين اللي هما اللي قدام مني ده باي 1 وباي 2، ويمر بالنقطة سالب 2 و1 و2. هنلاقي إن الصورة الأولى دي هي الصورة العامة لمعادلة المستوى، وأيضا الثانية هي الصورة العامة لمعادلة المستوى. ليه؟ لأن أنا لو جمعت معاملات الإكس، ربحت معاملات الواي والإكس والزد وجمعتهم هيطلعوا لا يساوي الواحد. هنا عندي معامل الإكس بواحد، معامل الواي باتنين، معامل الزد بسالب واحد، يبقى 1 زائد 4 زائد 1 يطلع ب6، يعني هنا لا يساوي الواحد. يبقى إذا ده الصورة العامة لمعادلة المستوى. عايز بقى معادلة المستوى المار بخط تقاطع المستويين دول ويمر بالنقطة سالب 2 و1 و2. عامة معادلة أي مستوى يمر بخط تقاطع المستويين دول عبارة عن إيه؟ لازم تكون المعادلة اللي عندي معادلة إيه؟ لازم تكون المعادلة اللي عندي هنا تكون معادلة صفرية. لازم تكون المعادلة اللي عندي هنا معادلة صفرية، لازم تكون صفرية. تمام، عشان تكون المعادلة دي صفرية هنبدأ نحول. أجي هاكوبي، هنجيب المعادلة الأولى أجي هنا، هتتحول عندي هنا تبقى إيه؟ ناقص 1 بتساوي 0. أجي المعادلة الأولى بقت صفرية بالشكل ده. المعادلة التانية هي كمان كوبي، هنجيبها عندي أها، هتبقى مين؟ عندي نحولها لمعادلة صفرية، فهتبقى هنا ناقص 2 تساوي 0. تمام، أصبح هما دول معادلة المستويين أهو. بعد ما خدت معادلة لازم يكونوا معادلتين صفريين. بعد كده أبدأ أطبق العلاقة اللي عندي، اللي هي معادلة أي مستوى يمر بخط تقاطع هذين المستويين هتبقى عبارة عن مين؟ إكس زائد 2 واي ناقص زد ناقص 1، ما بكتبش الزيرو. بعد ما بحول كل معادلة منهم لمعادلة صفرية، يعني بدخل خلق الحد المطلق، تبقى معادلة صفرية زائد لامدا في معادلة المستوى التاني اكس زائد 3 واي زائد 2 زد ناقص 2، كل ده بيساوي 0. تمام كده، ادي المعادلة اللي قدامي. عايز اجيب قيمة اللامدا بكام عشان اعوض بيها عشان تديلي معادلة مستوى كده. دي ما دي مش معادلة مستوى، ده فيه لامدا. معادلة المستوى ما يبقاش فيها لامدا، بتبقى اكس زائد اكس معادلة في اكس وواي وزد. قال لي بما ان المستوى المطلوب حط لي عليه شرط يمر بالنقطة سالب 2 و1 و2، يبقى إذا هذه النقطة بتحقق هذه مين المعادلة، بعوض فيها عن الإكس والواي والزد بسالب 2 و1 و2. بشيل هنا الإكس أحط بدالها سالب 2، الواي بحط بدالها 1، الزد بحط بدالها مين 2، وأبدأ في كل المعادلة أشيل الإكس والواي والزد وأحط بدالها سالب، الإكس أشيلها وأحط بدالها سالب 2، الواي أشيلها وأحط بدالها 1، الزد أشيلها وأحط بدالها 2. هتتكون لي معادلة هحدد فيها قيمة اللمدة. بعد ما اجيب قيمة اللمدة هرجع اعوض بيها هنا في المعادلة اللي عندي دي، هرجع اعوض بيها هنا اهو، هعوض بيها تديني هنا معادلة ايه؟ المستوى المطلوب اللي عندي. هنعوض بيها هنا اللمدة، طبعا قلنا بواحد، فانا لما نحط اللمدة بواحد ونعوض ونطلع تطلع هي دي معادلة المستوى المطلوب. وبكده احنا النهاردة اتعرفنا في محاضرة النهاردة ازاي اجيب الزاوية بين مستويين، والزاوية بين المستويين هي الزاوية بين العمودين على هذين المستويين من أي نقطة، المرسومين من أي نقطة. وأخدنا إزاي أجيب العلاقة بين المستويين، هل هما متطابقين، هل هما متوازيين، هل متعامدين،
هل متقاطعان، واخدنا ازاي نجيب معادله مستوى بيمر بخط تقاطع مستويين، لان انا قلت زي ما انا شفت كده ان انا قدامي في الرسمه دي ان خط يوجد عدد لا نهائي من المستويات، ده مستوى ده مستوى وده مستوى، كل دي مستويات، كل مستوى من ده بيمر بخط تقاطع المستويين معلومين، ادي هنا مستويين وادي المستوى الثالث اللي بيمر بيه. وبكده نكون انهينا محاضرة النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة على خير بإذن الله، وشكرا لحسن